بسمة وهبي تنهار بالبكاء في زفاف ابنها السعودي عبد الرحمن. شاهدوا الفيديو. بحضور الأمير مجرد بن عبد العزيز تزوج ابن الإعلامية بسمة وهبي. احتفلت الإعلامية المصرية بسمة وهبي بزفاف ابنها عبد الرحمن قبل يومين، لكنها كشفت اليوم الجمعة عن أول فيديو يظهر فيه ابنها خلال حفل زفافه، وهو يستقبل عروسته ويراها بفستان الزفاف لأول مرة. وشاركت وهبي متابعيها عبر إنستغرام بأحدث فيديو من حفل زفاف ابنها عبد الرحمن، كما كشفت عن رد فعلها عند زفة العروسين، حيث بكت من شدة الفرح بسبب مرور الأيام وزواج ابنها وحضورها تلك اللحظة التي تعتبرها أحدى أهم اللحظات في حياتها وحياة ابنها. وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: زفت عبد الرحمن وعقبال أولادكم وتفرحوا فرحتي، بس بدون الدموع اللي نزلت من فرحتي. وتلقت الإعلامية المصرية التهاني من قبل جمهورها وأصدقائها، وتمنوا لها ولنجلها السعادة الدائمة. وقبل هذا الفيديو كانت بسمة قد شاركت المتابعين بعدة فيديوهات وصور ترصد إطلالتها في حفل زفاف ابنها، حيث ارتدت فستان طويل باللونين الأبيض والذهبي، وعلقت قائلة: أم العريس محتاسة ومدية على عدم تركيز شوية. كما شاركت صورة لها مع والدتها خلال انتظارهما زفة العروسين، إضافة إلى صور أخرى قبل الزفاف بيوم واحد. وعلقت وهبي بقولها: أمي فرحانة فيا، بتقولي بكرة تبقي جدة. والله يا أمي ده من أحلامي وأحبي جدا، يا رب وعدني بحفيد ينور حياتي من الغالي عبد الرحمن، عقبال أولادكم يا رب. يذكر أن بسمة وهبي تزوجت لأول مرة من رجل الأعمال السعودي أسامة السيد، وأنجبت منه ولديها عبد الرحمن وعبد العزيز، وعاشت معه حياة رفاهية في البداية قبل أن تتغير الأحوال وتبدأ الخلافات بينهما، وبعدها الطلاق. شاهدوا صور حصرية من العرس.